معنا من مشعر منى مراسلنا عبد الله البندر. كل عام وانت بخير يا عبد الله. اهلا هاني، كل عام وانت بخير، انت ونانسي وانت بالف خير. يا عبد الله، كيف تقارن بين استخدام يعني تويتر من قبل صناع المحتوى هذا العام مقارنه بالاعوام الماضيه، وشو اللي لفت انتباهك هذا السنه؟ جميل هاني، للامانه تواجد صناع المحتوى في كل سنه متواجدين في موسم الحج، ولكن في كل سنه نرى تطور في الاداء والمحتوى. لا شك أن الجميع يريد أن يغطي موسم الحج، للإعلامي يرى بأنه مادة دسمة لإظهارها للمشاهد. في هذه السنة لفت انتباهي هاني الكثير من الخدمات يبرزها صناع المحتوى بطريقة إبداعية وبطريقة جدا احترافية، ليس فقط تصوير عن طريق أبليكيشن سناب شات وغيره، لا بالعكس، بطريقة احترافية، وهذا ما تميز به صناع المحتوى في هذه السنة. طيب عبدالله، يعني هذا العام أيضا كان هناك استخدام لافت رسمي لتويتر لإرشاد الزائرين وتحديث المعلومات، إلى أي مدى هذا يسهل تجربة الحجاج؟ نعم، هناك استخدام رسمي للجهات الحكومية في حساباتها الرسمية عن طريق تويتر لتوجيه وتوعية الحجاج في موسم الحج. بلا شك أن والجميل أن كثير من الحسابات الرسمية المتواجدة في تويتر الجهات الحكومية في السعودية، هناك تنافس إبداعي في تويتر عن طريق نشر المحتوى. الكل يريد أن ينشر الخدمات التي يقدمها بطريقة احترافية وجميلة، وهذا ما شاهدناه في موسم الحج. نعم، يعني البعض ينتقد الاعتماد على تويتر لنشر المعلومات كونه مش جميع الناس ملمين بهذا الموضوع، أنت شو رأيك بهذا الإطار؟ للأمانة المملكة العربية السعودية لا تعتمد اعتماد كلي على منصة تويتر، بل هي إحدى الوسائل المستخدمة في الإعلام. في هذه السنة وزارة الإعلام السعودية تستقبل ما يقارب 1000 إعلامي من خارج المملكة العربية السعودية لتغطية موسم الحج بمهنية وطريقة احترافية، فبالتالي منصة تويتر هي إحدى الوسائل المستخدمة في الإعلام السعودي. طيب بالإضافة إلى تويتر، ما هي المنصات الأخرى التي يتم استخدامها خلال هذا الموسم؟ أعتقد بأن جميع المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي يتم استخدامها في موسم الحج، والتركيز الأكبر أيضا على اليوتيوب، حيث هناك كثير من التقارير فيديوهات جدا جميلة عملت بطريقة إبداعية من وزارة الإعلام وغيرها من الوزارات لنشرها في موقع تويتر وأيضا الفيسبوك، حيث تلقت المشاهدات أو وصلت المشاهدات في الفيسبوك إلى الملايين في المشاهدات في الفيسبوك، فبالتالي جميع المنصات في مواقع التواصل الاجتماعي مستخدمة في موسم الحج. نعم، يعني وضعت السلطات السعودية تطبيقات يعني هي صنعتها وهي وضعتها، هل تخبرنا عن بعضها يعني بمجال اللوجستي والمجال الصحي الذي يساعد الحجيج هناك؟ نعم، الكثير من التطبيقات موجودة في موسم الحج، لا يمكن أن نحصيها في هذه المقابلة، ولكن أبرزها ما شاهدته أمس في خطبة عرفات، هناك أبليكيشن يترجم للغير متحدثين للغة العربية للغة الإنجليزية سواء الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات وغيرها من اللغات الموجودة. أيضا تطبيقات كثيرة للأمانة في موسم الحج موجودة في مجالات أخرى صحية أيضا أمنية في موسم الحج. طيب، يعني كما نعرف عبد الله أنت مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي أبرز التغريدات التي لفتتك هذا العام؟ نعم ناسي، للأمانة لا أريد أن أتحدث عن نفسي شخصيا، ولكن في قناة سكاي نيوز عملنا الكثير من التقارير التي تلامس الإبداع، خلينا نقول في السوشيال ميديا، ولاقت
اللهم لك الحمد مشاهدات عالية سواء في تويتر أو الفيسبوك أو أيضا اليوتيوب. طيب عبد الله، يعني نشكرك على هذه المشاركة معنا في الصباح، وكل سنة وأنت بألف خير. كنت معنا مباشرة من مشعر منى مراسلنا عبد الله البندر.